اليوم هذا الانطلاقة ديال هذه المسيرة المباركة اللي شهد لها تنسيقية الأكل للدفاع عن الأرض الأرض الساكنة وخير المنطقة، هي جات بعد واحد المجموعة تاع الدوات ديال على الساكنة ديال الحسوس والمناطق ديال الإمازيغ كلها، ححان ووارزازات ومادار وأصيلان، فواحد المجموعة ديال الرعاة اللي كنعتبروهم أنهم عصابات منظمة، لأنه وصلت واحد الحالة ديال أنهم كيعتقلوا الناس وكيضربوهم بما كيعترفوش بالسلطة، وكذلك كنشكيو على ذاك الحلوف اللي هو ماشي قدار علينا اللي خواو الدولة في المنطقة، بدل ما تخوي الغزال تما خواتنا الحلو، والحلو كنعرفوا هو وسيلة للتهجير عباد الله، اللي كيحرقوا في الصباح كيحرقوا في الليل، وكذلك التحديد الغابوي غير القانوني من المياه والغابات، من المندوبية السلمية للمياه والغابات، كذلك الخيارات ديال المنطقة المعادن اللي كلهم جابوا هذا الشيء اللي كنطلبوه من الدولة أنها تنصف الساكنة هاد المعادن، راه ما نسمحوش الدولة تاخذهم إلا بشراكة مع المنطقة، الجماعات المحلية والساكنة كل واحد ياخذ، وكذلك الشركات، وهذا حنا ما تنقولوش ما بغيناش اللي يخدموا في المعادن، ولكن تنقولوا الخيرات توزع بالتساوي مع المنطقة من أجل تنمية سوس اللي هي تهمشات شحال من سنة هذه، حتى ولات تنمية اللي دارها الإنسان من طرقان والماء وهذا عادي. Thank you.